بسم الله الرحمن الرحيم. قامت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتنفيذ التعليمات الواردة بخصوص الخطوات الاحترازية الخاصة بالجائحة التي تمر بالبلاد وبالعالم جميعا، فتم السماح للموظفين بالعمل عن بعد بتدريج مناسب، في البداية 30% ومن ثم 50% وبعدين 100%. كذلك الرجوع إلى الدوام تم بنفس الطريقة، حيث تم السماح ل 50% من الموظفين بالعودة إلى الدوام، ومن ثم زيادة النسبة حتى وصلت الحمد لله إلى 100%. وتنفذ المؤسسة جميع الخطوات الاحترازية المطلوبة من التعقيم، تعقيم جميع المكاتب وجميع الساحات، وتحديد حركة المتعاملين في المساحات المسموح التواجد فيها وتلبية حاجاتهم، والحمد لله لم يكن هناك أي انقطاع عن العمل، سواء كانت الاجتماعات التي تتم عن بعد أم أداء الأعمال وإنتاج المعاملات وإنجازها في الوقت المطلوب. ولله الحمد أنجزت المؤسسة جميع معاملاتها بنجاح مناسب.